السلام عليكم. حسن بعد شرح شابتر 8 ستيل. شابتر 8 ستيل بحكي لي عن الانترودكشن للبيم. انترودكشن للبيم ما بتعرفوا شابتر 7 و 6 و 5 كانوا كولوم, كانوا كلهم كومبريشن ممبر, وشابتر 3 كومبريشن ممبر. البيم ممكن يحدث له تنشن, ممكن يحدث له كومبريشن. فاحنا سنصمم البيمات. لما نصمم البيمات انا في عندي عدة انواع للبيم. في عندي شدة أنواع البيم, بدنا نعرف شو البيم. أول شيء البيم هو أي إشي بيلوت عمودي على السكشن تبعه أو على عمودي على الطول تبعه. كيف يعني؟ أنا عندي بيم زي هيك, تمام؟ فلود وهذا سبورت مثلاً, هذا سبورت يكون لود عليه زي هيك, هيك بيم, هيك يكون بيم. لكن لو كان عليه لود زي هيك ما بيكون بيم, هذا بيكون كولوم, هون كولوم. فتميز إنه بيم هو اي اشي بيكون لود زي الجرافيتي مثلا, زي الجرافيتي عموما. فهسا نوع البيم ممكن يكون كيرف عادي, يعني ممكن يكون بيم زي هيك, بيمات كيرف زي الفلل مثلا. ممكن يكون كونستانت كروس سكشن, ممكن يكون تابرت. تابرت كيف يعني؟ يعني انه البيم مش يكون سكشن زي هيك مستقيم, طبعا مش مستقيم, لانه مثلا يكون في مثلها انه هيك انه السكشن مش كونستانت, يعني لو قطعت هون مش زي لما تقطع هون, المسافة اكبر. هسا انواع البيم, في عدة انواع للبيم. في عندي الكانتيليفر, هذا الشابتر ملاحظ انه اغلبه ستراكتشر وستاتيك وسترينث وليس ستيل. فعليا هذا الشابتر هو ستراكتشر وستراكتشر وستاتيك وسترينث. ممكن اوفر هانجينج بيكون عليه كونكريبر, ممكن يكون simply supported, ممكن يكون continuous, ممكن يكون cantilever simply supported, يعني cantilever order, ممكن يكون fixed. كلها أنواع البيمات. إذا في عدة أنواع السكاشن اللي راح تستعملها بالبيمات, أفضل سكشن W section مثل ما عرفنا. ممكن الشانل, بس الشانل بنستعمله لللايت لود والسمول فلانج. يعني اذا كان انا بدي اصمم بيم الفلانج له صغير كثير, فبصمم شانل ما بصمم دبليو سكشن. ليش الدبليو؟ لانه هو اقصادي كثير. بس بدنا نحكي انه البيم بتعرض لبندنج ستريس, واللي هو الاف بندنج اللي هو كان ستريس نورمال فعليا بيساوي سي على اي. نحكي دائما لو حطينا السي هيك, الاي على سي بيكون اسمه سكشن مودلس ويساوي اس. ف الستريس بيساوي ام سي على اي او ام على اس, والاس هي السكشن مودلس. ف البيم فالسي شو بتكون السي؟ اللي هي ابعد مسافه السنترويد لنهاية البيم, يعني السنترويد الشكل بتروح على أبعد مسافة سواء تحت أو فوق. المومنت اللي هو المومنت المعرض على الشكل, والآي اللي هي المومنت أوف إنرشيا سكشن. هسا هون بحكي لي في عندي كيف البيم بتعرض لأحمال أو كيف بتعرض للستريس سترين ديجرام إله. هسا إحنا تعلمنا سابقا إنه الستريس سترين ديجرام إله بكون زي هيك, إنه بكون شكل مثلثات. الستريس السترين وهذا السترين انه مثلا يكون زي هيك. هاي العمليه بيكون الستريس سترين دايجرام زي هيك مع تطور الزمن لحد هسه. هون يتحمل لود, راح يتحمل لود, راح يتحمل لود, راح يتحمل لود, بعدين ما بيتحمل لود. لاحظ انه هون اكبر ستريس وصله, هذا الستريس اعلى من هذا, 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 هذا اعلى ستريس. هذا الستريس يسموه بلاستيك ستريس, بلاستيك ستريس, او يعني النوع المومنت اللي بنتج هون اسمه بلاستيك مومنت. هذا راح احنا نشتغل عليه, هذا اللي راح نشتغل عليه بالايام هاي. اما سابقا نشتغل الالاستيك, بلاستيك. هذا الشابتر راح يكون سؤال نحله, راح نحل على الالاستيك, راح نحل على بلاستيك. المرحله يسموها الالاستيك بس بلاستيك, بلاستيك بلاستيك, بلاستيك بلاستيك. هسه معادلة MC على I, احنا
ما بنقدر نستعملها إلا على هذول. تمام، هذول المعادلات ما بنقدر نستعملهم على أمسي على آلي، يعني شكلين هذول اللي هم البلاستيك بندنج ستريس بستعمله أمسي على آلي. غير هيك أنا بدي أشتق قانون أو بطلع هسا شو البلاستيك مومنت. بقول لك البلاستيك مومنت هو المومنت that will produce a full plasticity and create a plastic hinge. من البلاستيك مومنت البلاستيك هنج. شو البلاستيك مومنت؟ قلنا هو اللي بنتج لي اعلى قيمه للود، اعلى قيمه للمومنت فول بلاستيسيتي، بس صمم لي بلاستيك هنج. شو البلاستيك هنج؟ لك البلاستيك هنج هو انترنال هنج بيحدث لما يصير لما قبل ما يفشل اللود، قبل ما يفشل اللود مباشره مثلا يحدث بلاستيك هنج بيعمل لي بيلدينج على هاي المنطقه قبل ما توقع. يعني بيعطيك indication إنه هذا البيم راح يوقع. هذا الإشي area of yielding هاي كامل plastic hinge. plastic hinge يحدث بسبب load أو المومنت العالي. يعني هذا البيم المومنت إله زي هيك. هذا أعلى مومنت. هذا أعلى مومنت فهون بيحدث plastic hinge هون. يعني لو عندي fixed مومنت diagram إله زي هيك. حيحدث لي بلاستيك هنج هون وبلاستيك هنج هون وبلاستيك هنج هون وهكذا. هذا هو البلاستيك هنج. هسه في عندي اشي راح يطلبه بالحسابات، راح يطلب مني شيب فاكتور. شيب فاكتور بقول لك هو دائما اكبر من واحد، فانا باكيد راح يكون الام بلاستيك الام يلدينج. الام يلدينج هو ام سي على اي او ام على اس أو FY في S. FY هي الستريس. أما الـ MP عبارة عن FY في Z. Z اللي هي الفيرست مومنت أوف إنرشيا، هاي اللي أخذناها بالسترينث، راح نتكلم كيف نحسبها. S اللي هي السكشن مودلس، هي الـ I على C. C أبعد مسافة بالسكشن، الـ I هي مومنت أوف إنرشيا، تعلمناها بالستاتيك. هذا الشابتر لاحظ إنه بيجيلي من ستاتيك وبيجيلي من سترينث. الموضوع اللي راح ناخذه بعد هيك راح يكون structure versus deflection والdeflected shape. فبالتالي الام بلاستيك هو FY Z. الام الاستيك مثلا، ام بلاستيك هو يساوي ام نومينال، يعني على مومنت بصره. الام بلاستيك او الام واي الييلدينج مومنت هو FY في S. FY في S. هسا عندي طريقتين مشان احسب الام واي. الام واي الالاستيك ديزاين عندي طريقه بيسموها امسي على اي، اني اطبق القانون مباشره. يعني هذا السكشن بي في دي، تمام، بطبق انا المعادله للستريس تساوي ام سي على اي. انا بدي اعلى مومنت، يعني الستريس هي صار اسمها اف واي، كانه احنا بالالاستيك فبكون اسمها اف واي. فاف واي تساوي ام سي على اي. انا بدي المومنت، ايش انا مطلوب مني؟ اوجد الاي واوجد السي. طيب اي ايش هون؟ اي هي سنترويد على نفسه، بتكون في دي تقريبا 12. سي راح تساوي، سي هي ابعد مسافه من السكشن، هذا مستطيل فسنتره على دي على 2، فاعلى مسافه هي دي على 2. فسي على اي هي بتساوي دي على 2 على بي دي تكعيب على 12. بالتالي دي راح تنزل هون، او انه 2 بصير مكانها 6، بي ودي راح تطير تكعيب راح يطير بصير بداله تربيع، فبتصير سي على اي بتساوي 1 على بي دي تربيع 6. اي على سي هي بي دي تربيع على 6 هي تساوي S. فأم على S تساوي FY. فأم تساوي S. S إيش هي؟ D تربيع 6 في F. هاي معادلة الإلاستيك مومنت. إلاستيك مومنت بطريقة الأمسي على I. الطريقة الثانية يسموها internal couple method. internal couple method هي معادلة أخذناها بالـ RC1 للي أخذ RC1. أنا يمكن طلاب ما أخذت RC1،
اللي هي انه ينتج من هذا الشكل هذا الشكل هذا تنج هذا هذا كومبريشن وهذا تنشن، هذول قيمتين متساويات بالمقدار متعاكسات بالاتجاه كون واتزان. هذول راح يعملوا لي كابل مومنت، كابل مومنت مقداره الفورس اللي هي سي او تي اللي هي تنشن او كومبريشن، راح تكون اف واي في بي دي على 4 في المسافه هي 2 على 3 دي. تمام. بلاستيك مومنت، البلاستيك مومنت بدل ما تكون هاي مثلثات راح تكون مستطيلات، مستطيل يعني راح تكون هاي مستطيل برضه قيمته اف واي بيسموه، بس هو مش اف واي مش نفس قيمته اكبر، بس انه اللي بتفرق مع المسافات يعني هون المسافه ثلثين وثلث، بتصير مسافه فعليا دي على 2 ودي على 2، المسافه ظلت دي على 2. انترنال كابل ميثود دي على 2 ضرب هي هي بي دي على 2 ضرب دي على 2 تساوي بي دي تربيع على 4. مهم يعني هذا الاشي ابدا مش مهم في هاي الطريقة. المسافة اف واي في دي على 2 في بي ضرب دي على 2 فبيطلع معي اف واي في دي تربيع على 4 بي. بس بكون تحكي ما كنتش منتبه. هسا دي تربيع على 4 هذا بسموه زد بحالة الريكتانجلر، دي تربيع على 6 بيساوي اس، مقسمهم مع بعض بي دي تربيع على 6 على بي دي تربيع زد على اس، الزد على اس، الزد دائما اعلى من اس. بي دي تربيع على 4 على بي دي تربيع على 6، 6 على 4 بيساوي 1.5. الشيب فاكتور الريكتانجولر بيم بيكون غالبا غالبا 1.5، هو قيمته من 1.5 ل2. ليش 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 اكبر من 1؟ لانه هذا شيب فاكتور بلاستيك مومنت على الاستيك مومنت، البلاستيك مومنت هو اعلى قيمه بوصلها بتحملها اللود. تمام. بس هذا الحكي كان كلياته تعرف كابتر عن شو بحكي، شو البلاستيك وشو الالاستيك. هسه لما احل لك مشان مشان احسب البلاستيك مومنت او مشان احسب الزد الى اخره، لازم يكون النيوترال اكسس البلاستيك يكون نفسه النيوترال اكسس للالاستيك. كيف؟ هسه لاحظنا بالشكل المستطيل انه النيوترال اكسس للبلاستيك هيو هذا بلاستيك نفسه للالاستيك. تحكي لي تمام، ليش؟ لانه هذا شكل متماثل. لما يكون الشكل غير متماثل شو اعمل؟ احكي لك لما يكون الشكل غير متماثل انت ما راح تستعمل هاي القاعده. لما يكون الشكل غير متماثل انت بدك تفرض تطلع اول شيء الالاستيك مومنت. تمام. بس اساس البلاستيك مومنت لما بدك تطلعه بدك تحكي اف واي في زد، شو هي زد؟ فيرست مومنت اوف انرشيا. هسه راح نتعلم كيف نوجدها. الزد فيه في لها قانون اللي هي المسافه بين سنتر الشكل وسنتر اللود او سنتر المساحه. طيب سنتر الشكل ايش هو؟ راح تحكي لي نفسه هذا، لك لا سنتر الشكل هو بيكون سنتر اللود او سنتر الشكل كامل. سنترويد البلاستيك مش نفس سنترويد الالاستيك، يعني هذا السكشن سنترويد الالاستيك له هي هون. تمام. سنترويد البلاستيك انا ما بعرف وين، كيف بدي اعرف سنترويد البلاستيك؟ بقول لك سنترويد البلاستيك، سنترويد فور بلاستيك وين موقعه؟ يكون موقعه لما يكون area for tension تساوي area for compression. يعني المسافة تحت السنتر، يعني أنا هذا السكشن افرض سنتر من عندي وليكن هون. تمام. وليكن هون بحكي لك إنه المساحة سمي هاي المنطقة واحد سمي هاي المنطقة اثنين، بحكي لك إنه المساحة واحد لازم تساوي المساحة اثنين. فانا بروح بكون فرض السنتر اشي بدلالة واي مثلا، وبحكي وهاي بدلالة واي وهاي بدلالة واي، بحل المعادلة بتطلع مع قيمة السنترويد. فهذا السنترويد هو سنترويد بلاستيك، من خلاله بطلع الفيرست مومنت اوف انرشيا وبحل. بس قبل ما نحل الامثلة بدنا نراجع مع بعض ل تي سكشن او اي سكشن مع بعض، كيف احسب له الفيرست مومنت اوف انرشيا سكند مومنت اوف انرشيا. السكند مومنت اوف انرشيا اللي هي اي، الفيرست اللي هي كان اسمها كيوب سترينج. خلينا نجمع بعض. كان عندي تي سكشن زي هيك، تي
سكشن أبعاده مثلا 3 7 2 وهي المسافة 5. أنا بدي أجي أحكي لك أحسب لي السنترويد. هسا لما بدي أحسب السنترويد في عندي طريقتين، يا بحسبه هون لهون يا بحسبه من هون لهون، فأنت بتختار اللي بدك إياه. ما فرق مع الجواب، يعني إذا فرق مع الجواب، إذا هاي طلعت هاي 5 هذا طوله كم 8، إذا طلعت هاي 5 تكون هاي 3، أخذت من تحت هاي راح تكون 3، هذيك راح تكون 5، راح يفرق معي تمام. أنا خليني أشرح من تحت، راح بفرض أسفل نقطة بالبيم أو أعلى نقطة بالبيم هي أوريجن، ومنها السنترويد اللي فرضته أسميها واي واي تمام. مشان أحسب السنترويد لأي شكل، زي ما بحكي لك الواي شو بتساوي؟ هتساوي مساحة، هسا هذا كم شكل عندي؟ عندي التي في فلانج وفي ويب، هذا تروح على الويب، الويب شو أبعادها؟ 5 في 2، بحكي لك 5 في 2 تضربها بعدد ثالث، العدد الثالث ايش هو؟ سنتر الشكل. شو سنتر الخمسة؟ 2.5، 2.5 مثلا هون 2.5، المسافة 2.5، 5 في 2 في 2.5 بتزيد عليها المساحة الثانية 3 في 7. شو العدد الثالث؟ شو هي سنترها؟ راح تقول لي هي سنترها هي 1.5، وراح اضربها بواحد ونص، راح اقول لك لا بتضربها بالمسافه من هون هون، تضربها بهاي المسافه، تضربها بهاي المسافه. المسافه كم؟ كانت كامله 8، شيل منها 1.5 6.5، 6.5 مجموع المساحات 5 في 2 زائد 3 في 7. واخذت من فوق بفرق معي انه لما احكي 3 في 7 بضربها بواحد ونص، اضرب 5 في 2 بضربها بخمسة ونص، بطلع معي برضه نفس الجواب. هاي لما اجي احسب السنترويد احسبه زي هيك، هذا السنترويد كم بيطلع؟ خلينا نحسبه يدوي شوي، احسب عليه حاسب. 5 ضرب 2 ضرب 2.5 زائد 3 ضرب 7 ضرب 6.5 على 10 زائد 21، بيطلع معي السنترويد 5.21 تمام؟ تمام. فمشان احسب المومنت اوف انرشيا، طبعا هذا اسمه اكس اكس، احسب المومنت اوف انرشيا حول اكس، احكي ايش تكيب 12 2 5 تكيب 12 بتزيد عليه AD تربيع 2 في 5 في المسافة بين السنترين. شو السنترين عندي؟ عندي سنتر الشكل كامل 5.21 ناقص سنتر خاص كم؟ 2.5، يعني سنتر الشكل ناقص سنتر اللي هو العدد الثالث هذا، 2 زائد الثاني 7 ضرب 3 تقريب 12 زائد AD تربيع 7 ضرب 3 ضرب 5 2.1 ناقص 6.5 تربيع، طبعا 6.5 هي تربيع بالصف موجب المسافة. هيك طلعت أنا الـ IX. عشان أحسب مومنت أوف إنيرشيا بـ H تقريب 12 زائد AD تربيع، شو الـ D؟ هي سنتر الشكل كامل بتطرح منه العدد الثالث وبس. أهم إشي بالسنترويد كان بهذا القانون، تعرف المسافة لما تحسب لهذا الشكل اللي فوق، إنه أنت بتأخذ العدد الثالث بالقرب وبالمساحة هو عن الأرض أو عن الأورجن اللي أنت أخذته. شو ظل علي أحسب؟ علي أحسب first moment of inertia، هذا اللي أنا حسبته second moment of inertia، هذا اللي بطلع الآي، وأنا معي السي إيش بعمل؟ وبقسم i على c بطلع قيمة s. هنا 5.21، يعني هاي المسافة 5.21 اللي ظلت كم؟ 8 ناقص 5.21 هي 2.79. فمين أعلى؟ 5.21، ف s بتساوي i اللي طلعتها 5.21. أنا طلعت قيمة s هاي لما طلعتها خلص، يعني أضربها بالأف واي بطلع قيمة الأم إلاستيك. بس لما بطلع الأم بلاستيك شو بعمل؟ لما بطلع الأم بلاستيك ببساطة بتمسح هذا كامل، أنا هذا كله حاشته. تحسب أم بلاستيك بدي فيرست مومنت أوف إنيرشيا، والسنترويد يكون عندي المساحة اللي فوق تساوي المساحة اللي تحت. أفرض هاي المسافة
اسمها واي بي، واي بلاستيك مثلا. راح احكي لك المساحة اللي تحت، هي هاي المساحة بالاسود بدها تساوي المساحة اللي بالازرق. عندي طريقتين بحكي مساحة الشكل الكامل كم؟ الاريا للشكل الكامل 7 × 3 = 21، 5 × 2 = 10، وتساوي كم؟ 31. بحكي المساحة اللي تحت هي واي بي في 2 تساوي 31/2، اللي هي نص المساحة. لما تكون المساحة اللي فوق نفس المساحة اللي تحت، يعني نص الشكل. هاي واي بي بدها تساوي 31/4، واي بي بيكون 7.75، يعني هو موجود نص السنتر. تمام، عادي، لا تستغرب لا تستغرب. بحكي انه المساحة اللي تحت بتساوي المساحة اللي فوق، كيف يعني؟ بحكي المساحة هاي واي بي في 2 هتساوي المساحة هاي اللي فوق كم؟ 7/3 زائد المساحة هاي الصغيرة، هاي كم؟ 5، اللي منها واي بي 5 ناقص واي بي، هذا كامل ضرب في الثيكنس. هاي بدي أحلها، تطلع معي المفروض تطلع معي زي ما حليت أول شيء. اثنين اكس تساوي 7 × 3 + 5 − x ضرب 2، طلعت معي واي بي 7.75، معي نفس الجواب. فأنا عندي طريقتين كان أحسب السنتر للبلاستيك، يا بحكي المساحة اللي فوق أو المساحة السهلة تساوي المساحة السهلة تساوي، طبعا تكون دلالة واي بي يعني، أو الأريا الكلية على 2، بحكي المساحة اللي تحت تساوي المساحة اللي فوق، اختار اللي بروحك. هي طلعت انا الواي بي، طلعت الواي بي معي 7.75 يعني. يعني انه هذا كامل 8، فايش هاي؟ هون هاي هون المسافة كاملة 7.75، هذا سنتر البلاستيك. شو بعمل عشان اطلع الزد؟ الزد بدها تساوي مساحة في المسافة بين السنترين، مساحة الاول كم؟ 10، بدي اضربه المسافة بين السنترين، هذا كم سنتره؟ راح تكيل 2.5. قديش المسافة هاي؟ إذا كان المسافة، إذا هذا كامل 8، شيل منه 25 وشيل منه 2.5، 8 ناقص 25 ناقص 2.5، بتطلع هاي المسافة 5.25، زائد مساحة هذا الشكل. هذا مساحته هتكون عندي 7.25. ايش السنتر؟ ها المسافة سنترين، 4/2. خلصنا؟ بقول لك لا، سطل كمان جزء هذا صغير. كم طوله؟ 3 شيل منها ربع، 2.75 في 7 في ايش؟ هذا كم سنتره؟ كامل 2.75، قسمها على 2، 1.375، 1.375 يا هون، هاي 1.375، تكون هذيك برضو 1.375. هيك انا طلعت قيمة زد. فقيمة زد المساحة في المسافة بين السنترين، مساحة كل شكل مسافة بين السنترين. تمام، هيك انا طلعت قيمة زد. هيك عرفت انا احسب المومنت اوف انيرشيا، وعرفت احسب قيمة الاس، وعرفت احسب قيمة زد، وعرفت كيف احسب السنترويد الهاي. فاس عندي مثالين، بنحل مثالين ونترك الفيديو الجاي موضوع الاستيك ثيوري. زي ما بقول لك، ديترمان ذا ام واي ام نومينال زد
ستيل بيم، أوجد النومينال لود، أوجد الـ W that can be placed for the beam لطول 12 feet simple span والـ FY له 50. بده الـ MY، الـ MY يقول لك هي بتساوي FY في S، FY كم؟ 50، والـ S كم؟ بتجيبها يدوي. شو الـ MN؟ الـ MN يقول لك الـ MN هي 50 زد، زد بتحسب السنترويد واجيبه. والزد اصلا بدي اياها. شو الدبليو ان؟ انا بعرف انه هذا كامل دبليو تربيع 8، دبليو تربيع 8 ايش بتساوي؟ بتساوي ام ان. انا طلعت 50 في زد، معي ال ومعي ال 8 بطلع الدبليو. اول شيء بدي احسب الام واي. كيف تحسب الام واي؟ تجيب الاي اكس، الاي اكس بدي احسب الاستيك كالكوليشن. الاستيك كالكوليشن بحسب السنترويد بشكل عام. السنترويد لهذا الشكل مثل ما شرحت قبل شوي، 8 في 1.5 أنه أخذ المرجع من فوق، هاي المسافات من هون أخذ عادي، 8 في 1.5 فيها الأريا. إيش العدد الثالث؟ شو شو نص 1.5؟ 75% زائد قديش هذا ارتفاعه؟ 6. قديش عرضه؟ 12. 6 شو نصها؟ 3. المسافة يعني 3. إيش أنا بدي المسافة من الأورجن يعني كم؟ يطلع عليها 1.5، 4.5. فقديش اللي للسنتر؟ طلع 2.65، ومن المسافة 2.65. فالآي آي إيش بتساوي؟ بي إيش تقريبا 12 زائد أي دي تربيع. شو دي؟ دي 2.625 ناقص 75 هيك 4.5 ناقص 2.625 1.875. طلعت المومنت أوف إنرشيا أقسمها على السي. السي إيش أخذها؟ أخذ المسافة العليا. إذا هذا السكشن طوله 7.5 شيل منه 2.65 يطلع معي 8.75. هيك طلعت قيمة S، طلعت الـ FY. طبعا لاحظ انه قسم على 12 للتحويل مشان يكون انه بس هاي انش تكعيب، هاي KSI بضل فيت وبضل انش توت كبس، فانا مقسمها على 12 بخليها فيت. طبعا حتى البلاستيك كالكوليشن بقول لك بلاستيك نيوترال اكسس از ات ذا بيس اوف ذا فلانج. كيف اعرف انه ات ذا بيس اوف ذا فلانج؟ ببساطة فرض هذا المنحنى، فرض هاي القيمة اسمها واي بي مثلا، اسمها واي بي. ايش بحكي انا؟ بحكي انه المساحة الكلية كم؟ 24. فانا بحكي 24 12 تساوي ايش مساحة الشكل هذا؟ تساوي 7.5 ناقص مساحة الشكل هذا كامل 6. ستة شلة منه واي بي، ستة شلة منه واي بي، اثنين، تمام؟ هسا هاي 12 بدها تساوي 12 ناقص 2 واي بي، 24 على 2 12، تمام؟ فبتطلع معي الواي بي زيرو، لا مش زيرو الواي بي، ليش احسبها زي هيك؟ هيك انا ما بحب بحب احسبها عندي زي هيك. راح احكي المساحة التي بفرض هاي كاملة واي بي، او نفس الحالة الأولى، الأولى بفرض هاي واي بي، بحكي 24 على 12 24 على 2 هي نص المساحة، نص المساحة. شو بدها تساوي؟ واي بي بي في 2، ف واي بي في 2 تساوي 6، اذا واي بي في 2 تساوي 12، اذا واي بي بتساوي 6. يعني واي بي بتساوي 6 يعني انه هاي القيمه كامله، السنتر كان ابعد 6، انه السنتر هون يعني وين قاعده الفلانج. هيك حسبه. بحسب الطريقه الثانيه، طلع معي قال لي انه هو سنتر فلانج، بس هون فعليا حسبه يدوي. بعدين طلع الزد، الزد اللي هي الفيرست مومنت اوف انرشيا، شو مساحه الاول؟ هيك الشكل عندي هون، هون الكيوب الاول شو مساحته؟ 12 نصه 3 صح. قديش المسافه بين السنترين؟ 3. ايوه 12 في 3. الثاني ايش قيمته؟ 1.5 في 8. ايش المسافه بين 1.5 وال سنتره؟ 75%.
حسب الزد بعدين حسب الام نومينال وقسمها على 12 حسب الشيف فاكتور طلع معها 1.79 بعدين الام التيمت دبليو تربيع 8 تطلع قيمة دبليو. تمام، نحل مثال ثاني على هذا الموضوع صعب شوي اللي هو اي سكشن. هذا اي سكشن طبعا نفس المطالب يحسب اي ان يحسب كل اشي. فهذا بدي اول شيء تحسب له السنترويد. السنترويد من وين اخذهم؟ from the top from the top لا from the lower base. فرض السنترويد هون هاي الواي هاي الواي الواي واي سي سمناها. شو الواي سي تساوي؟ 1 في 8 شو سنتر الواحد نص 1 في 8 في نص. الثاني كم ارتفاعه؟ 15. ليش عرضه؟ 1 نص ال 15 7.5 وزيد لي عليها 1 8.5 زدت عليها 1 لأنه أنا بحسب من الأرض. هاي سنترها هون على حالة 15 سنترها 7.5 بزيد عليها مسافة الأرض. هذا الثالث 15 في 1 شيل منه نص يعني كامل 17 شيل منه نص يعني 16. المومنت اوف انرشيا طبعا حسبها بطريقة غريبة وانت لا تحسبها زي واحسب كيف 12 زائد ايدي تربيع معك هيك ان اي على سي طلعت الام التيمت كذا. عشان احسب الكالكوليشن احسب الهاي بقول لك البلاستيك كالكوليشن افرض انه هذا السنتر افرض المساحة اللي فوق تساوي المساحة اللي تحت. هي هو فرضها من هو هذا الواي ان سماه الواي ان. الاي 1 شو بدها تساوي؟ لك 15 في 1 زائد هاي المسافة. المسافة كم؟ قال لك 15 شلي منها واي ان. تمام 15 شلي منها واي ان اضربها بواحد اللي هي الثيكنس تساويها 8 بواحد زائد واي ان في 1 مع واي ان نحتاج. لاحظ طلعت مع واي ان نحتاج هناك طلعت 9 بوينت اشي. لما طلعت معك واي ان نحتاج بتطبق الزد. الزد شو بتساوي؟ لما تكون واي ان لما تكون هاي المسافه 11 من هون لهون. هسه ايش بدي احكي؟ 8 في 1 سنترها نص. قديش المسافه بين النص 12 11.5. ثاني 1 في 15 ايش سنتره؟ نص. قديش المسافه بين ال 11 المسافه هاي كامل 11 تمام. المسافه كامل 11 وهاي المسافه كامله 15 تمام. المسافة كاملة 15 المسافة كاملة 16 شلي منها نص مش حاسبها زيه بصراحة أنا. هو أخذ 11.5 هو كامل 17 شلي منه 12 قال كم؟ 5 بس هو شال 11 لأنه من هون إذا كان شال 4 وشال نص صارت 5.5 و4.5 بنفس الطريقة. تحله يدوي أنت بتحله وافتح التفريغ تلاقي محلول بطريقة غير هاي. المهم طلع قيمة الأس خلص طلع قيمة الزد قصدي بعدين اف واي في زد طلع 950 بعدين أمنه من العام واي مع الشيب 1.36 خلص. أنا كيف حاله؟ كيف حاله؟ أرض كده ظل الفيديو تمام. فارض انا السنترويد من هون تمام. انا طلع معي كم؟ طلع معي 12 طلع معي 12 اورجيكم كيف حلو مشان هيك نعدكت شوي. المومنت اوف انرشيا شو بدها تساوي؟ 8 ضرب 1 ضرب هاي سنترها كم؟ نص. سنتر 12 كم المسافه بين 12 والنص؟ 11.5 زيد عليها ارتفاعه كم كامل؟ 15 هذا ارتفاعه هذا ارتفاعه لحاله كم؟ 11 تمام. اضربه بكم؟ 11 اضربها بواحد اضربها هسه كم سنتر ال 11؟ سنترها 5.5 سنترها 5.5 5.5 من هون يعني 5.5 فمن تحت 6.5
أنا ما بدي هاي المسافة، بدي المسافة اللي غيرها. كم المسافة اللي غيرها راح تكون؟ 4.5. 11 في 1 5.5، لأنه 12 5.5 5.5 زائد 15 في 1 ايش بضل منها؟ 4.5 4.5. إذا هاي المسافة 12، كم ظل من ال 12؟ 5. شو اللي منها نص؟ 4.5. بس فهي شغلات static strength. بس بعد هيك الشابتر ظل عليه theory of plastic. هاي شغلة التدريب، إن شاء الله هسه نشرحها بالتفصيل وبخلص الشابتر. يعطيكم ألف عافية.